السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اتخذ الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف قرارا جديدا بخصوص ملفات البلدان المتنافسة من اجل احتضان نهائيات كأس امم افريقيا لسنة 2025. ووفق عدة مصادر فقد حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم التواريخ المتعلقة بانطلاق لجان التفتيش التابعة للكاف لتفقد البنية التحتية للبلدان المترشحة لكان 2025. وحسب المصدر ذاته ستشرع لجان التفتيش بتاريخ 20 مارس الحالي في زيارة إلى البلدان المترشحة، وحيث ستكون البداية من زامبيا، في حين حدد الاتحاد الإفريقي تاريخ 27 مارس موعدا للجنة التفتيش الإفريقية للنزول إلى الجزائر. وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل موعد الحسم في البلد المستضيف لنهائيات الأمم الإفريقية بعدما تم سحب التنظيم من غينيا لعدم جاهزيتها ببنيتها التحتية.